فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرأي حفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا، حيث يطالب البعض بأن تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان؟ ما واجبنا أولياء المرأة في ذلك؟ أولياء المرأة يجب عليهم المحافظة على المرأة، لأنها مانع عندهم وهم مسؤولون عنها، وهو راع عليها، فيحافظ عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور. نعم.